الخامس عشر من يناير 2012، تاريخ شكل محطة فارقة في حياة المناضلة اليسارية نبيلة منيب بعد أن انتخبها الاشتراكي الموحد أمينة عامة للحزب لتكون بذلك أول زعيمة سياسية على رأس حزب يساري في تاريخ البلاد، منصب لم تتبوأه إلا بعد نضال استمر لأكثر من 30 سنة منذ أن التحقت الطالبة اليسارية الهوى بصفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في ثمانينيات القرن الماضي، وبعدها بعدد من الجمعيات والمنظمات قادت من خلالها نضالاً بعباءة يسارية من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية. البعض يرى فيها مناضلة تبعث الأمل في إحياء اليسار الذي استكان زعماؤه حسب كثيرين إلى لغة المهادنة بلا دبلوماسية سياسيين ترفع باسم حزبها وتيارها مطالب يراها كثيرون ضرباً من ضروب الميتافيزيقا السياسية كإقرار الملكية البرلمانية الكاملة نظاماً للحكم وإعادة النظر في دستور 2011. في تقييمها للساحة السياسية تقول الأستاذة الجامعية إن البلاد تعيش بؤساً سياسياً، فلا المعارضة تمارس معارضتها ولا الحكومة قادرة على الإصلاح. محطة أخرى أعادت منيب إلى دائرة الضوء بعد أن ترأست الزعيمة اليسارية باقتراح من وزارة الداخلية وفد محادثات ستوكهولم، موقف حسب لها وعليها، صفق له البعض وانتقده البعض الآخر ممن اعتبر أن المناضلة اليسارية تسير ربما في اتجاه مخزنة الحزب.